السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون 7 نصايح لأي حد لسه عايز يربي قطة أو لسه بادئ يربي قطة. الحاجات دي حاجات مهمة جدا واتعلمتها وعرفتها في خلال خبرتي مع بيلا في الـ3 سنين اللي فاتوا. فحطوا لايك للفيديو النهاردة واشتركوا عندي في القناة وفعلوا الجرس جنب زر الاشتراك، ويلا نبدأ كده عشان ما ننساش. طب أول حاجة لازم تكونوا عارفينها، وهي إن القطة حيوان ضعيف، يعني مش زي الكلب. يعني عايزة حد يبقى مراعيها على طول، ما ينفعش تجيبها عشان ولادك يلعبوا بيها، ما ينفعش تجيبها وتدربها زي الكلب. يعني مثلا كذا حد اعرفه عنده قطه ممكن تقع من فوق دولاب، يعني مثلا 2 متر ارتفاع، تقع رجليها مثلا يحصل فيها مشكله، ايديها يحصل فيها مشكله، بتبان ان هي بتجري وبتروح وبتيجي وبتلعب، بس هي في الحقيقه حيوان ضعيف جدا. تاني حاجه ان القطه عايزه رعايه مستمره. يعني ايه رعايه مستمره؟ يعني ما ينفعش مثلا زي العصافير احط لها اكل وميه واسيبها اسبوع وارجع لها تاني، لا، هي عايزه رعايه مستمره، عايزه حد يبقى باستمرار كل يوم معاها، يبص على الميه، يبص على الاكل ويراقب ده، يراقبه. يعني مش مجرد ان احط لها الاكل واسيبها، ان ممكن احط لها الاكل وتسيبها وتلاقيها وقعت، وارد جدا تقع من على السور، تقع من على شباك، لو صغيره تخش ورا النيش، تخش ورا دولاب. فهي عايزه حد يبقى دايما مراعي، يحط لها الاكل والميه كل يوم، ويبص على الرمله ويبص عليها هي نفسها. يعني ممكن مثلا في يوم تشرب ميه كتير ويتكرر الموضوع ده كتير، يبقى عندها مشكله مثلا في الكلى. يوم تاني مثلا ما شربتش ميه خالص، يبقى الميه محطوطه جنب الاكل. القطه بتقرف من يكون ميه جنب الاكل، يعني القطه بتقرف من فكره الطبق المزدوج فيه ميه والاكل، بتحس ان الميه دي مش نظيفه، لازم تبقى الميه لوحدها والاكل لوحده. فمين الفكره؟ فهي عايزه رعايه، غير السلحفه وغير السمك بتاع الزينه وغير الكلام ده كله، هي عايزه يبقى حد معاها باستمرار. الحاجه الثالثه ان القطه عايزه نظافه دوريه. يعني ايه نظافه دوريه؟ يعني اللي يخلي القطه دي حيوان حلو قوي او حيوان وحش قوي هي النظافه. لازم تكون دايما مطعمها حشرات، ديدان ثلاثي ورباعي. حشرات عشان طبعا البراغيث، ديدان علشان الديدان بيكون في مقلتها، ثلاثي ورباعي ده عشان بيكون حمايه ليها. فلازم كل تنضف لها الرمله بتاعتها كل يوم، تسيق المكان بتاعها او تمسحه. وفي ليها منظف عندي بس حاليا مش لاقي، احط لكم صورته هنا على الشاشه، اسمه لودويك او لودفيك. الميزه اللي فيه ان هو بيمتص ريحه الحيوانات، بيكون في يوم كده ريحه برده مهما تحط منظف مش بتروح، ريحه قطه، كلنا عارفين الريحه دي، ريحه كلب. فهي الفكره اللي في المنظف ان هو بيشيل الريحه دي، وسعره ما كانش غالي، كان تقريبا اللتر ب 40 جنيه بيقعد اكتر من سنه بالنسبه لي. يعني الحاجه الرابعه، قطه من الصعب جدا ومستحيل انك تدربها على حاجه. يعني مثلا الكلب ممكن تدربه اقعد ينزل معاك يطلع معاك، القطه مش كده، القطه غير الكلب تماما. كمان الكلب ممكن في ميزه ان انت لو مثلا نزل على السلم او طلع على السلم يعرف يرجع البيت تاني، القطه لا، القطه كل اللي عارفاه في حياتها انت صاحبها او انت صاحبتها والبيت اللي عايشه فيه اللي هو الشقه اللي هي عايشه فيها. فلو البيت فتح مثلا دي او طلعت بره هي ممكن ما ترجعش تاني، هي اكيد مش هترجع تاني. فهي من الحيوانات زي ما قلت لكم اللي مش بتكون عارفه حاجه غير البيت اللي هي فيه وصاحبها. الحاجه اللي بعد كده ان القطه ايا كان نوعها، شيرازي او هيمالايا او حتى قط بلدي او قطه سيامي، حن قط فيهم واذكى قط فيهم. والقط اللي لو انت بقى عايز قط يبقى معاك وانت نايم، معاك وانت صاحي، معاك في المطبخ، معاك في كل حته، بيمشي وراك، بيحبك بمعنى اصح، القط البلدي ده عن تجربه فعلا اكتر قط ذكي، واكتر قط بيحب صاحبه هو القط البلدي. طبعا بشكله مش احلى حاجه، بس هو لو انت عايز قط فعلا يبقى صاحب ليك هو القط البلدي. القط الشيرازي لا، القط الهيمالايا برضو لا في ايه؟ ان هم عشان ياخدوا عليك عايزين سنين. يعني انا عندي بيلا ما بدأتش ان هي تحبني وتنام جنبي وتقعد جنبي غير بعد ما بقى عندها سنتين تقريبا. فالقطه البلدي غير كده خالص. الحاجه بقى اللي بعد كده دي اشاعه، بجد فعلا اشاعه منتشره من زمان جدا، ان القطه بتجيب عقم، القطه بتجيب جرب، القطة معرفش بتعمل ايه، القطة بتجيب في البيت حشرات. مش حاجة من الكلام ده خالص، طالما القطة مت طعامة ثلاثي رباعي حشرات ديدان الموضوع انتهى، ولا بتجيب جرب ولا بتجيب عقم ولا بتجيب الكلام ده كله، حتى لو لبنات الكلام ده كله مش مظبوط. وعلى فكرة حتى لو مش متطعمة مش بتجيب امراض، يعني حتى لو مش متطعمة، لو مثلا مش متطعمة طبعا دي حاجة ما تنصحش بيها خالص، ممكن تجيب حشرات في مكان اللي قاعدة فيه، لكن مش درجة عقم. عقم ده كلام مش حقيقي. خلصنا 6 حاجات دول واللي هم كانوا مهمين جدا، نختم بقى باخر حاجه. القطه من الحيوانات اللي بتغير جو البيت تماما تماما، يعني كانك عندك بيبي او طفل صغير. السلحفه او العصافير يعني او السمك بيبقوا قاعدين في مكان معين، تحط لهم الاكل بيلعبوا حوالين الاكل وياكلوه الموضوع انتهى. القطه لا، القطه بتبقى في كل حته. القطه ما ينفعش تبقى في شقه او في بيت وفي اوضه مقفوله، لازم تخشها معاك في البلكونه، معاك في المطبخ، تطلع فوق الدولاب، تطلع فوق السرير، تنام جنبك، ممكن لو جعان تيجي صبح تصحيك. حيوان لذيذ، حيوان خفيف، حيوان تحس انه دمه خفيف، وده اللي بيخلي حتى لو حد ما كانش موافق عليه فيما بعد يحبه. يعني انا مثلا ما جيتش نجيب قطه، ما جيتش نجيب بيلا من ما شاء الله 3 سنين،
بابا ما كانش موافق، ما كانش عاجباه الفكره. ماما كانت اللي هو يعني ايه عادي، ولا اه ولا لا. بعد فتره دلوقتي ماما بتحب بيلا اكتر مني، وبيلا برضه بتحبها اكتر مني. من كتر ما هي حيوان ضعيف، وفي نفس الوقت تحسه ان هو غلبان بس دمه خفيف، بس بيلعب، بس شقي، ميكس كده بيخلي اي حد يحبها. حتى لو حدش بيحب القطط، مره على مره على مره على مره بتلاقوه حبها. بس ف من الحيوانات اللي بجد بجد لو جبتها عمرك ما هتندم، هتغير جو البيت تماما، هتخلي في البيت كده جو كده من الفرحه، جو كده جديد. ولكن زي ما قلت لكم تلتزموا بكل اللي انا قلته في الاول، اللي هي النظافه، التطعيمات، حد يكون مراعي، حد يكون قاعد معاه باستمرار، تخلي بالك منها. لان كتير يجيبوا قطط وبعد شهر القطه ضاعت، القطه ماتت، بعد الشهر القطه وقعت. في حد يكون مراعي، حد مش فاضي انه يكون معاه باستمرار، او خايف ينزل ويسيبها فيرجع مثلا يلاقيها وقعت او كده. وانت لازم البيت نصيحه نصيحه، حتى لو نزل ساعتين ومحدش في البيت تاني معاها، اقفل كل الشبابيك، اقفل باب الحمام، خلي لها المكان او المساحه اللي تلعب فيها او اللي قاعده فيها، المساحه الامنه اللي مش هتضرها في حاجه. ولو قطه صغيره، ودي حاجه ما ينصحش بيها حد يشتري قطه صغيره، تخلي بالك تقفل حوالين الدواليب، تقفل حوالين النيش، تقفل تحت السراير، لانها لو دخلت واتحشرت مش هتحس بيها. بس ده كان فيديو النهارده، اللي عايز يجيب قطه شجع وهات قطه، وان شاء الله تكون قدها. والقطه زي ما قلت لكم من الحيوانات الجميله جدا جدا، واللي اكيد اكيد كلكم هتحبوها. وبس ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. متنسوش تحطوا لايك للفيديو النهارده، وتشتركوا عندي في القناه، وتفعلوا الجرس اللي جنب زر الاشتراك. اتشجع وهات قطه عادي والله، مفيش مشكله، القطه مش حاجه صعبه، بس عايز زي ما قلت لكم حد يرايها. بس بدا لو يقولون باي باي، الله يبل، خليهم يسلموا عليكي، يلا كملي اكلك.